أمر تقوم به يوميا هو رابع مسبب للموت في العالم، فما هو؟ من الإصابة بالبدانة وتشكل الدوار الوريدية التي تشوه شكل الساقين، إلى زيادة إمكانية الإصابة بالجلطات وحتى مرض السرطان، لم تعد أضرار الجلوس لفترات طويلة أمرا مخفيا على أحد. وما يزيد الطين بلة هو أن الحياة العصرية تحفز على الجلوس لفترات طويلة جدا، أثناء قيادة السيارة والعمل في المكتب وقضاء الوقت في المقاهي والأماكن العامة وغيرها. أظهرت دراسة هولندية حديثة على أن زيادة فترة الجلوس ل40 دقيقة يتسبب بزيادة كبيرة في إمكانية الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني. وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف من خلال اختبار مستويات الجلوكوز في الدم للمشاركين في البحث ل8 أيام. وجلس غالبية 2497 مشاركا في البحث ل9 ساعات على الأقل يوميا. وكلما زادت فترة الجلوس لساعة إضافية تزيد إمكانية تطور مرض السكري النمط الثاني لدى المشاركين ب22%، وإمكانية الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة 40%. كما أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين يعانون أصلا من مرض السكري النمط الثاني هم غالبا من المدخنين الذين يعانون من الوزن الزائد. وإلى جانب هذه الأعراض القاتلة للجلوس طويلا، أظهرت دراسات سابقة أنه أيضا مرتبط بالإصابة بأمراض الدورة الدموية، السرطان والأمراض المزمنة الأخرى. لذا من غير المفاجئ أن منظمة الصحة العالمية صنفت قلة النشاط البدني كرابع مسبب للوفاة بين الأشخاص حول العالم.